يعني دي هدية. دي هدية للأرض دي هدية من عشان غيرها خاطر، عشان خاطر تقدر تنتج. بالظبط كده. يعني انت بس تمهيد الأرض عشان تقدر تزرع فيها وتبقى الأرض تقدر تنتج لك محصول، انت هتصرف عليها وما تسألش الفلوس دي هتيجي ولا مش هتيجي. لا يمكن هتيجي. اما لا. تبتدي بقى تزرع ممكن نفكر، بس مش هتعوض اللي انت صرفته. لا يمكن. انت عملت كده؟ لا يمكن. صرفت مصاريف وما رجعتش مرة تانية؟ ومش هترجع اصلا، انا عارف انها مش هترجع. لان شوفي اللي اهدانا الارض بتاعت الدلتا مين؟ مين اللي اهدانا الخير ده والعظمة دي كلها؟ ربنا. عشان تتحول تبقى ارض منتجة يعني. وبرغم ذلك واحنا عايشين في وسط الدلتا لا نستطيع ان نكون اغنياء كفلاحين. طيب ليك اسلوب في الزراعه مختلف طبعا. الزراعه اللي احنا متعودين عليها في مصر لازم طبعا الكيماويات ولازم الرش عشان يحافظوا على الزرعه، عشان الافات والحشرات ما تاكلش الزرعه، عشان المحصول مش عارف يبقى ايه. طبعا انا عايزاك طبعا قبل ما نتكلم على اسلوب الزراعه بتاعتك والزراعه الاورجانيك او الحيويه، تقول لي مدى ضرر الكيماويات والرش على الزرع ومدى ضرره علينا احنا بعد كده. طب شوفي عشان تعرفي سؤالك ده مهم جدا ان نعرفه من اصل الارض. لا يمكن تعطي اي زرع الا لما تكون السماء موافقه وفاتحه عليها. يعني مثلا ولا فلاح يستطيع يحط البذره في الارض ويتصور انه زرع. ده ليها ميعاد معين عشان تحط فيه البذره عشان تطلع. يعني ابسط حاجه الناس تعرف ان السماء هي اللي معانا بتوافق. يعني ربنا بيوافق الاول ان احنا نحط البذره. وبعدين هو بقى عاوز مننا ايه؟ هو بيقول ان كل اللي حواليكم دي مجتمعات زيكم، يعني الكائنات الحيه الدقيقه اللي عايشه في التربه زي الحشرات زي الحيوانات زي النباتات، كلها مجتمعات ليها قوانينها وليها اسلوب معيشه مع بعض. واحنا بذكائنا الانساني علينا ان احنا نعرف بس ازاي دول متعايشين مع بعض، ازاي وازاي يخدموا على الزرع بتاعتي وازاي بيخدموا على زرعتي. اما الخير اللي جاي ده مش ممكن يكون جاي من شطارتي. ده يكون جاي من عند الله، لانه دي نعمه. ده معجزه كون ان نبات يطلع واحنا نحصد. دي حاجه مش ممكن حد يعملها. ده في الاخر خير من عنده. فلو الحكايه مش مربوطه بفهمنا بالله وبمقدرته على انه يعطي، تو ما بعدنا عن المفهوم ده وابتدينا نتصور بقى ان احنا اللي بنقود المعركه، احنا هنحط البذره واحنا اللي هنحط الكيماوي واحنا اللي لما تطلع يبقى في حشرات احنا ساعه ما نتولى احنا الامر الموضوع طبعا بيفسد. لان كل اللي خلقه ربنا خلقه بحكمه. فمن حكمته ان الكائنات اللي في الارض الضعيفه دي هي اللي بتغذي جذور النبات، هي اللي بتدي للنبات طعم ولون وريحه. الكائنات الحيه الميكروبات اللي في الارض بالانواع المختلفه، لازم نفهم الكلام ده قبل ما نقبل عليها. وبعدين الحشرات اللي خلقها بحكمه دي ليها دور مع الطيور اللي هي بتاكل الزرع. مفيش حشرات بتاكل الزرع. احنا لما بنفسد الاتزان ده، لان الحشر هو ربنا خلقها عشان تفسد. ربنا خلقها ليها دور زي مثلا النحل ده. النحل ده ليه دور، من غيره النباتات كلها اللي على الارض تفسد، لانه بينقل حبوب اللقاح من نبات لاخر، فعشان كده النباتات تتلقى. كل حشره ليها دور. حتى اللي من الناس متصوره انها لازم تبعدها، دي ده قله عقل. ده يعني الناس مش عارفه دور الحشرات.